تظهر بأعلى مدياتها. إذا اعتبر محمود محمد طه أن الإسلام حل العقدة، عقدة علاقة الفرد بالجماعة كما تحدثنا في لقائنا السابق، وعقدة علاقة الفرد بالكون كما أشار، كما توجها بمفهوم الخلافة التي تحرر الإنسان من ثقافة الخوف التي يعتبرها محمود محمد طه الأساس في الكثير من المشاكل والانحرافات في حياة البشر. هنا تبدأ رحلة محمود محمد طه في مفهوم تعدد الرسالات في الإسلام. عندما ينتهي من هذا السياق الفلسفي يريد الآن أن يقرر مفهوم الإسلام وتصوره عن الإسلام. محمود محمد طه يعتبر الإسلام يعني التسليم، يعني الانقياد، كما هو موجود هذا التفسير من قبل. الخلق كلهم منقادون لله سبحانه، إذن كل الوجود مسلم، الوجود ليس الإنسان فقط، كل الوجود مسلم، كل الوجود يدين بدين الإسلام. غاية الأمر أن غير الإنسان يدين بديانة الإسلام قهرا من وجهة نظر طه، بينما الإنسان أريد له أن يدين بالإسلام على قاعدة الحرية المطلقة، على أساس كما قلت قبل قليل الوهم جاء للإنسان من حيث إنه حر مطلق، أريد له أن يعي أنه مسلم لله سبحانه وتعالى. فبدل أن يسلم قهرا وتكوينا فقط، الإسلام يريده هذه المرة أن يسلم عن وعي، عن إرادة، يحرر نفسه من وهم التعالي على الله، يقع منه التسليم الواعي هذه المرة لله وليس فقط التسليم التكويني. فالإسلام دين الخلق جميعا، وكذلك من وجهة طه الإسلام هو دين البشرية جمعاء منذ الإنسان الأول على هذه الأرض. وسار هذا الإسلام في مسار تصاعدي إلى أن وصل وبلغ أوجه وذروته مع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رسالته. ما الذي حصل؟ من هنا تبدأ رحلة طه مع موضوع الرسالة الثانية من الإسلام بشكل يعني مركز. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن مجيء موسى عليه السلام أدخل الإسلام في مرحلة جديدة، أطلق عليها طه الأديان الكتابية. ما هي هذه المرحلة الجديدة؟ تتميز هذه المرحلة الجديدة بالتوسع في التشريع بطريقة هائلة. في كل صغيرة وكبيرة التشريع حاضر، تتعانق حقيقة التوحيد مع التشريع التنظيمي الواسع للحياة، وتستمر هذه المسيرة لتتكون بعد مخاضات كما سوف أشير بعد قليل، يتكون ما يسميه طه الثالوث الإسلامي اللي هو ثلاثية الأديان الكتابية. سنفهم ما هو هذا الثالوث الإسلامي عند محمود محمد طه. طيب، ما السبب أن 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 رسالة موسى أتت بالشريعة؟ ما الذي حدث أن صار شيء ما أدى إلى ظهور الأديان الكتابية التي تمتاز بشريعة عملاقة مع موسى بالخصوص؟ هنا يبدأ طه بتحليل الشريعة، وهنا هو يعني كما يقال مربط الفرس. هو يعتبر أن سبب قيام نظام شريعة موسى على القصاص والعقوبات القاسية والتشريعات القاسية هو طبيعة المجتمع البدائي والقاسي آنذاك. القرآن يحدثنا عن طبيعة بني إسرائيل، هتك بني إسرائيل للعهود الذي ارتكبوه بشكل غريب عجيب مرارا وتكرارا. كان لابد لهؤلاء من شريعة قاسية تواجه كل هذه الاضطرابات، ما فعلوه في قضية العجل وغير ذلك يحتاج أن يواجهوا بشريعة قاسية طبعا. ولا يفوتنا أن اليهود في منظور محمود محمد طه هم الصفوة في ذلك الزمن، فما بالك بكل من هم غير اليهود في ذلك الزمن؟ الأمر في مشهديته سيكون أسوأ، وبالتالي نحن بحاجة إلى شريعة صارمة وعملاقة قادرة أن تتمدد أطرافها في كل مرافق حياة هذا الإنسان لتمسكه إمساكا ضاغطا بسبب قسوته وبدائيته. هذا طرف الخيط الأول في الأديان الكتابية، طرف الشريعة، ذروة الشريعة عند موسى. يأتينا طرف الخيط الثاني، يعني ينتهي الخيط عند طرفه الثاني. طرف الخيط الثاني أين؟ يقول طرف الخيط الثاني هو شريعة عيسى، أو هو عيسى
عيسى أخذ الخيط وبلغ به مداه إلى أبعد حد في البعد المعنوي. بلغ به مداه إلى أبعد حد في البعد المعنوي، وهذه نقطة مهمة. عيسى لم يأتي لخرق الناموس كما جاء في الإنجيل في العهد الجديد، لم يأتي لكي يلغي الناموس، يعني لم يأتي لكي يلغي شريعة موسى، بل جاء ليكمل، هكذا يقول هو في العهد الجديد. ما معنى الإكمال؟ الإكمال بحسب تفسير محمود محمد طه هو تمديد المعاني، تطوير المعاني. الشيء الذي كان في ديانة موسى ولم يتمكن أولئك الناس من تطويره بسبب غلظتهم وبداوتهم، جاء به عيسى ورفعه وأظهره مرة أخرى، فقال: إذا شخص صفعك على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر، وزاد من منسوب القيم الأخلاقية ليخفف من منسوب الشريعة إلى أبعد حد. قال: أنا لا أريد أن ألغي الشريعة بالمعنى الذي تتصور، أريد أن أعيد إنتاجها، أمدد المعاني، آخذ من داخل هذه الشريعة الغاية التي كانت موجودة لها. بعد أن تحولت الحياة في عصر عيسى، وهذا معنى أن القرآن الكريم يقول إن الإنجيل فيه هدى، يعني فيه شريعة، هذا تفسير محمود محمد طه، فيه هدى ونور، هدى يعني شريعة ونور يعني أخلاق. من هنا أصل عيسى، أصل شريعته لا على أساس قانون القصاص الذي تأصلت عليه شريعة موسى، بل على أساس قانون العفو. إذن صار عندي الديانة اليهودية صح التعبير والديانة المسيحية، واحدة من طرف الخيط الأول وتمثل ذروة الشريعة، واحدة من طرف الخيط الثاني تمثل ذروة البعد المعنوي، وجاء الإسلام ليكمل الثالوث في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ليعيد الحركة من أقصى اليمين واليسار نحو الوسط. وهذا هو معنى الصراط المستقيم بتفسير محمود محمد طه كما جاء في سورة الحمد، هو مقابل طرف الغضب الإلهي الذي مرتبط بأمة موسى، ومقابل طرف الضلال المرتبط في الإفراط في الروحانية في أمة عيسى. وهذا معنى إكمال الدين للبشرية جمعا. فالقرآن احتوى خصائص التوراة واحتوى خصائص الإنجيل. فمثلا القرآن عندما يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فعبر عنها بالسيئة، فجزاء سيئة سيئة مثلها، فعبر عنها بالسيئة تمهيدا للارتقاء من شريعة موسى للوصول إلى مرحلة العفو، فهو في الوسط. العقاب من وجهة نظر محمود محمد طه ليس أصل في الدين، العقاب هو مجرد لازمة مرحلية لنهوض الإنسان في مرحلة نشأته القاصرة. عقاب النار أيضا ليس خالدا عنده، أصلا مبدأ العقاب ليس سوى رحلة لتسيير الإنسان نحو الكمال فيصل إلى حريته المطلقة. أعيد مرة أخرى، حاولوا إجراء مقارنة ما بين الموروث العرفاني حتى في موضوع العقاب الأخروي وما بين ما يطرحه محمود محمد طه، سنجد كيف أن الروافد المعرفة العرفانية والصوفية تجلت في قراءته هنا. هنا تبدأ رحلة رسائل الإسلام، دعوني أسميها رسائل الإسلام. الإسلام أول خيطه في التوراة، آخر خيطه في الإنجيل، إذن هو ليس رسالة واحدة، هكذا هو يحلل، هو رسالتان، رسالة من طرف البداية مع اليهودية، ورسالة من طرف النهاية مع النصرانية. الرسالة الأولى اللي هي الشريعة فصلها القرآن وفصلتها السيرة النبوية تفصيلا. الرسالة الثانية اللي هي البعد المعنوي أو باطن الرسالة الأولى أجملها القرآن وأجملتها السيرة، إلا في بعض الأشياء المتداخلة مثل العبادات ومثل الزكاة غير زكاة المقادير.